علم التاريخ بالكفيجي والذي فقد في السبعينيات. الكفيجي هو علامة كبير، وقد اعتبره السخاوي علامة الدهر وأوحد العصر ونادرة الزمان وفخر هذا الوقت والزمان، كما اعتبره السيوطي إماما كبيرا في المعقولات كلها. وتنبع أهمية مخطوط المختصر في علم التاريخ للكفيجي من تفرده بقيمة تراثية وعلمية كبيرة، حيث يعد أقدم رسالة إسلامية معروفة عن نظريات التاريخ. مالك المخطوطة والمسؤول عن صالة المزادات، يعني تجاوبهم معانا في التحركات اللي تمت وإن هم تقبلوا ووافقوا، وبشكر طبعا وزارة الخارجية لأن هي كان لها دور كبير معانا وساعدونا.